أنا نفسي ما كنت بعرف شو أهمية الشيء اللي أنا عم بعمله، كنت بس موضوع يجيب لي اطمئنان إنه أنا لما أرسم كنت حسه عالم آخر موازي للعالم اللي القاسي اللي أنا كنت فيه بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة اللي كنا عايشينها. أنا آري عطي من كوباني سوريا، فنانة تشكيلية جاليريست وأم لطفلة عمرها 6 سنين. أول ما بلشت أرسم حسيت أنه هذا هو العالم اللي أنا بنتمي له، هذا هو المكان الآمن، المكان المريح، المكان اللي بلاقي فيه سعادتي، المكان اللي فيني أعبر فيه عن نفسي. فكانت من طفولتي، من بداياتي لما بلشت أني أرسم كان عمري 8 سنين 9 سنين، بلشت بالمدرسة لما شفت كيف الأولاد بالمدرسة عم يلتموا من حولي ويحبوني بعد ما أنا أرسم رسمة منيحة، فأدمنت على هذا الحب من المتلقي وأنا صغيرة بالمدرسة. ما كان في هذا الدعم أبداً، وحسيت أنه لازم كافح أو لازم حارب حتى أقدر أكمل بالشي اللي أنا بلشته الفن. حسيت انه شيء يعني هو مثل الحب، لما الواحد بيوقع بالحب ما بيحس بالذنب، فانا ما كنت حس بالذنب بالشيء اللي انا بعمله، كنت حس انه انا عم بعمل شيء من حقي، ونفس الوقت بالتعاطي طريق تعاطي المجتمع والبيئه المحيطه كان في رفض، فصار في عندي مثل مين صح، انه هن صح ولا انا صح، وما كنت بعرف انه هل يا ترى الشيء اللي عم بعمله هو صح ولا غلط، ولكن كان الارتياح النفسي اللي انا كنت حسه وقت انا ارسم كان مثل ضوء ياكد لي انه اريا لازم انت تكملي، يعني هذا هو هذا المكان اللي انت بتنتمي له. درست البكالوريا وكان يعني بالنسبة لي يعني متأكدة كثير أنه أنا بدي كلية الفنون، حسيت الناس اللي فيهم بيشبهوني، حسيت الحرية اللي موجودة بين الطلاب، الجو العام كان يعني حسيت أنه هذا مناسب لي، فسجلت كلية فنون، درست قسم الرسم والتصوير 4 سنين، أسست لمعرضي الفردي الأول بمركز فنون التشكيلية، وتفاجأت كثير من عدد الحضور الهائل، ويعني كان وقتها حسيت أنه لا آريا لا هذا الصح، لازم تكملي أكثر، دائما كنت أتبع إحساسي بالموضوع. صارت الحرب السورية، اتجهت للبنان، فتحت مرسم ببيروت، كنت عم بشتغل لوحات طلبات للزبائن لحتى أني أقدر أعيش منه، وفعلا هذا الشيء يعني ساعدني وأنقذني أني أنا ما أعيش بالشارع. بعدين انتقلت لتركيا، بعدين من تركيا انتقلت للجزائر وللمغرب ولإسبانيا، وكنت بكل المحطات بحاول أني أنا أنشر فني أو أشتغل أعمل وركشوب أو أني أعمل معارض بشكل عام. ساعدني هذا الشيء كثير على الانتشار. بعدين بإسبانيا مثلا عملت وركشوب لنساء أفريقيات، كنا نصنع فيه منحوتات كبيرة، كنا نرسم سوا، كنت أحاول يعني من طريق الفن أنه نتعرف على بعض، لأنه كان اللغات في كثير لغات مختلفة بالكامبات، في جنسيات كبيرة، فالفن هي كان الرسم بالذات يعني كانت لغة عالمية، يعني ما بتحس أنه ما في داعي أنه الواحد يحكي فيه مع حدا. فكان تعاملي مع اللاجئين بالكامبات كان أنه نحن نتعرف على بعض من خلال الفن، فكنت أقيم هاي ورشات العمل من رسم، من نحت، ولما جيت على ألمانيا كمان نفس الوقت عملت وركشوب لأطفال، عملت وركشوب لنساء مشان واحد يرسم بورتري، يعمل كيف يخلط ألوان، كيف يبدأ لوحة وينهي لوحة، لأنه موضوع أنه أنت، أنا درست أكاديمي، فموضوع أنه أنت تعلم رسم هي شغلة كمان بتجلب لي متعة بشكل من الأشكال، فلما كنت أقدر أتواصل مع إنسان لغته مختلفة عني، أني أنا أعلمه كيف هو يرسم، أعلمه كيف يخلط لون ويعمل خطوات الرسم وكيف يبلش لوحة وينهي لوحة، كان كتير ممتع لألي. أه
وصلت أنا على ألمانيا بدون حذاء، كان هو من أصعب المواقف بحياتي. جيت على المخيم اللاجئين، كان أي مساحة بيضاء عم تستفزني، كان لازم أنا أبلش أرسم ويكون عندي مواد، واستخدمت كل الأقمشة الموجودة بالغرفة، كأغطية السرير، كستائر النوافذ، أخذتهم كلهم وأسستهم واشتغلت عليهم لوحات. واليد اللي امتدت لي كانت من كونسفا أين باد هيرسفيلد، الألمان اللي موجودين بالمحيط اللي كانوا جاهزين ليعطوا هاي المساعدة للاجئين، كانوا أشياء عظيمة حدثت بحياتي. كانت فترة صعبة شوي، أني ما عندي شيء وأني أبلش من الصفر، فكنت عم بتمسك بأي أمل كان يتقدم لي. وبعدين لما صرت أرسم على هاي الأقمشة المتوفرة عندي بالغرفة ببيت اللاجئين، صار في عندي عدد لوحات معين، وبلشت أمارس عملي كفنانة بألمانيا، ولقيت الإقبال كتير كبير على أعمالي الفنية، وقدرت أنا أبيع عدد منيح من اللوحات وأبلش شغلي كفنانة، أني أمول المواد اللي أنا ممكن اشتغل فيها بالنسبة للمعارض المستقبلية. وهيك شوي شوي تطورت، وصار إجاني دعاوي من كتير محلات مهمة بألمانيا وبباريس. من ضمن الأحداث المهمة اللي شاركت فيها بأوروبا كان تكريمي بضمن أهم 10 فنانات بالعالم العربي من غاليري آتي بباريس بفرنسا عام 2022، ومعرضي الفردي بشتات موزيوم باد هيرسفيلد اسمه ريفايفل كان كمان من أهم المعارض. كمان مشاركتي بالدوكومنتا بثلاث مشاريع. الدوكومنتا طبعا هو مهرجان فني عالمي معاصر بيسجل فيه عادة يعني بكل دورة بما يقارب 1,000,000 زائر، وأنا بفتخر كتير بمشاركتي بهذا المهرجان العالمي ككوراتور بأحدى المعارض بالغاليري فيوليت اللي أنا أنشأته، وكفنانة كمان. حلمت بكتير شغلات، بس يعني بإني أوصل لهي المواصيل اللي أنا وصلت لها هون بألمانيا حققت كل أحلامي. يعني ألمانيا كانت المكان اللي خلتني أحقق فيها كل أحلامي كفنانة وكامرأة.